إلى الملف الفلسطيني، حيث زار نحو 30 ممثلا وقنصلا من الاتحاد الأوروبي المسجد الأقصى المبارك برئاسة ممثل الاتحاد الأوروبي لدى فلسطين. قال مدير عام أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى إن الوفد الدبلوماسي الأوروبي أعرب عن دعمه للوصاية الأردنية على المقدسات ووقوفه إلى جانب الأوقاف الإسلامية. أكان مكتب الاتحاد الأوروبي في القدس أصدر بيانا هذا الشهر أكد فيه أهمية الحفاظ على الوضع الراهن للأماكن المقدسة، واصفا الأفعال التي تتعارض مع ذلك بأنها تساهم بزيادة التوتر في القدس والأراضي الفلسطينية المحتلة. ينضم إلينا من القدس مراسلنا أحمد جرادات. أحمد، أهلا بك. ما جديد الذي حملته زيارة الوفد الأوروبي للمسجد الأقصى في ملف وقف الانتهاكات الإسرائيلية على الأقل؟ ربما هي تأكيد على الموقف الأوروبي من تأييد استمرار الوضع القائم داخل المسجد الأقصى المبارك وعدم تغيير هذا الوضع الذي تعكف عليه السلطات الإسرائيلية منذ عدة أشهر، وتحاول تغيير الأوضاع داخل المسجد الأقصى المبارك وفرض واقع جديد في داخله. هذه الزيارة التي كانت برئاسة ممثل الاتحاد الأوروبي لدى فلسطين ضمت 30 قنصلا وممثلا عن ممثليات أوروبية وأيضا بعض الدول ذات التفكير المماثل التي تتقاطع مع الاتحاد الأوروبي في السياسة العامة. زاروا المسجد الأقصى، اجتمعوا مع مجلس الأوقاف واطلعوا على الانتهاكات الإسرائيلية، حيث عرض عزام الخطيب رئيس دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك الانتهاكات الإسرائيلية التي يتعرض لها المسجد الأقصى المبارك وأيضا الموظفين والعاملين والمصلين والانتهاكات المتعلقة بمنع الإعمار والتدخل الإسرائيلي بكل شيء يتعلق بالمسجد الأقصى المبارك. وفقا لعزام الخطيب قال لنا بأن الأوروبيين عبروا عن تأييدهم لهذه الوصاية، الوصاية الأردنية، وأيدوا موقف وعمل الأوقاف ومجلس الأوقاف الإسلامية. وكان من المتوقع أن يعقد مؤتمرا صحفيا عقب الانتهاء من هذا الاجتماع وفقا للاتحاد الأوروبي، ولكن تم إلغاء هذا المؤتمر دون إبداء الأسباب ودون معرفة لماذا تم إلغاء هذا المؤتمر، حيث رفض ممثل الاتحاد الأوروبي التعليق على هذه الزيارة أو الحديث مع الصحفيين، وأيضا باقي الممثلين والقناصل لم يعطوا أي رسائل للصحفيين، ولذلك تم إبقاء هذه الزيارة ضمن الاجتماع المغلق الذي استمر لقرابة ساعة في داخل مجلس الأوقاف. والرسائل التي حاول الأوروبيون إيصالها إلى مجلس الأوقاف وربما أيضا إلى إسرائيل، وذلك عن طريق أن أوروبا ترفض أي محاولات لتغيير الوضع القائم. من ناحية أخرى، هذه الزيارات تتوالى وتتواتر منذ أن اقتحم المتطرف إيتمار بن غفير وزير الأمن القومي الإسرائيلي المسجد الأقصى المبارك بعد تنصيبه في منصب وزير، وكان قبل حوالي أسبوع زار هادي عمر الوزير الأمريكي المختص في شؤون الفلسطينيين زار المسجد الأقصى واجتمع أيضا مع إدارة الأوقاف الإسلامية، وأكد في حينه على تأكيد الولايات المتحدة الأمريكية وتأييدها لإبقاء الوضع القائم والراهن داخل المسجد الأقصى المبارك ورفض أي تغيير في هذا الوضع. واليوم أيضا زيارة جيك سوليفان، ننتظر ما سيتمخض عن هذه الزيارة لاحقا. شكرا جزيلا لك أحمد جرادات، كنت معنا من القدس.